حتى للتسعة متاع الصباح في يوم سعيد في كما كل يوم يلتحق بنا حسام الدين الهمامي صباح النور صباح الخيرات نبيله مرحبا بك انت ومرحبا بك في الساده المستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج حدود الوطن على موجات لافيم او على الستريمينغ نتاعنا راديو ناسيونال بوانتيان مرحبا بك كيما العاده وكما كل يوم انتي تتبع توينسا شنو يبارتاجيو وشنو يكتبوا تبعنا اخر الاخبار وفي فقره زابينغ نعملوا معاك جوله في تصريحات واخبار تناولناها ما بين البارح واليوم

مرحبا بكم في الزابينج بالنسبه اليوم نحاول نعطيكم بعض الاخبار سواء كانت المفرحه او الاكثر تداولا من تونس لانه ساعات فما بعض الاخبار اللي ما تعنينيش فلانه رجعت الكونت انستغرام تاعها وفلانه خرجت من تونس وهذوكم اللي معبين معناتها الفيسبوك مالوريزمون للاسف معناتها نحكي الفيسبوك لانه الاكثر استعمالا من تونس معناتها قليل اللي يستعمل التيك توك قليل اللي يستعمل الانستغرام مقارنه بعدد الكبير نتاع الفيسبوك نبداو بالاخبار الاول امضاء مذكره التفاهم ما بين تونس والنمسا وشركة توتال انرجي الفرنسية لانتاج الهيدروجين الاخضر وتصديره لاوروبا عبر الانابيب نحكي هنا على 200 الف طن سنويا باش تحط تونس مباشرة ضمن اول الدول من كبار الدول اللي تنتج في الهيدروجين الاخضر علاش نحكيو على الهيدروجين الاخضر احنا تو في العصر نتاع الناس على الطاقات المتجدده والصديقه البيئه واللي تنقص من الاحتباس الحراري وكل شيء الهيدروجين الاخضر هو الحل لهذا الكل المهم في الموضوع هذا لن يكون ملوث للبيئه التكاليف نتاعو ماشي وتنقص من عام العام والتكاليف وصلت حتى كل عام تنقص 40% مقارنه للعام اللي قبله لين قريبا جدا بشوية الحكاية معناتها بريسك صفر مليم ونجموا حتى نستعملوها بالطاقة الشمسية وما نساوش اللي مدينة نيوم السعودية اللي تصرفت عليها مليارات الدولارات المدينة تشتغل بالكامل بالهيدروجين الأخضر ذيك علاش قلت لك حاجة هذه للمستقبل حاجة ما نحبوش نتعديوها بحذاها مرور الكرة رغم اللي مش نرجعوا له الموضوع لأنه مش نفهمه بالكدا هي الاتفاقية تهدف الإنجاز مشروع ينتج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في مرحلة أولى هل 200 ألف طن هيدروجين شنو تنجم تخدم؟ هي, هي مختص اللي... آه... لش... نجم تعوض بس يعطينا نجم شنو نجموا نستعملوها هي طاقه بديله طاقه بديله طاقه متجدده نجيبوا مختص ينجم يفسر لنا اكثر فسرن لانه الاستعمالات نتاعها متعدده جدا وال... والمهم لانه ساعات في تونس كنا ماشيين في ثنيه نتاع نخدموا على الغاز دوشيست به غاز شئس ويجيب برشا فلوس اما تكاليفه كبيره برشا ويضر البيئه ويتكلف برشا فلوس في هذيك نلقاو الطاقات البديله واحنا تبارك الله عنا الشمس وعنا كل شيء الشمس خدمه كتاقة اللي خدمة كطاقه باش تستخرج بها الهيدروجين الاخضر والهيدروجين الاخضر من بعد سيباع المرشي موجود لوروب طلبته يقولوا الانتاجيه تنجم توصل مليون طن سنويا في الـ الـ الهيدروجين الـ 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 الاخضر القيمه نتاع الاستثمارات في المشروع هذايا 8 مليارات من اللورويت إذا في مرحلة أولى وفي أربع في مرحلة ثانية 40 مليار أورو في المرحلة النهائية و... يعني الكل في الكل واللي يهمنا كتوانسه من الموضوع هذا الكل نحكي على الاقل كعمة شعب لانه فما طاقه تشغيليه قال لك مينيموم مينيموم عاد تكلم بروجي تحط على سقيه رأو طاقه تشغيليه باش حتى 400 الف شغل بطريقه مباشره او غير مباشره شوف انت مشروع كبير معناها مشروع كبير جاي. جدا ولذا معناتها نفرحوا به من الحاجة الاخرى فرحنا بها البارح واللي تقريبا مليت مواقع التواصل الاجتماعي هو استقبال الصحفي الفلسطيني والدحدوح الدحدوح من المطار نقابه الصحفيين حتى قصر قرطاج ونستقبل رئيس الجمهوريه والدحدوح الدحدوح اللي في ضمن مبادره سفراء الجزيره باش يكون له لقاء مع طلبه معهد الصحافه بتونس اليوم ال11 ونص إن شاء, ان شاء الله اليوم ال11 ونص الاستقبال كان حافل كما نقول لك من المطار راي الناس لانه ساعات فما عباد اكثر عليك يقول لك شنو رديتوه وشنو هي درشني روحنا احنا نشموا عليه في ريحه أخواننا في فلسطين نشموا عليه السيد تعدى عليه مش شوي كنا نحكيوا عليه هذا تخيل انت تبدا صحفي في الميدان وعائلتك الكل بيت شر ان شاء الله اللطف عليهم العائله الكل تتوفى ولده معناها الـ اخر الـ الشهداء ورغم هذاك يكمل يخدم ويتضرب هو ورغم هذاك يكمل يخدم معناها مرات واحد يتوفى ابوه ولا امه في ظروف طبيعيه ينهار تمامًا. ينهار تماما هو عائله كامله هو ذاك علاش واصل رغم ذاك هو ايقونه من ايقونات المقاومه في غزه وفي فلسطين وايقونه من ايقونات العمل الصحفي لانه لازم تقعد للتاريخ وإلد حدوحه اللي قلت لك اللي عمله واللي مازال يعمل فيه يجي يكون رساله للناس الكل لانه يعني هو وحده بحجم شعب كامل لانه يعني كلهم هكاك كلهم فماش واحد تقريبا في غزه ما خسرش داره ما خسرش صغاره ما خسرش واحد من العائله نتاعو من الناس منهم من معارفه ومن الناس اللي يحبهم ورغم ذلك مازالوا واقفين ومازالوا يقاوموا بعض لنا عوده في الموضوع نتاعهم. الخبر الثالث يجينا مرة هذه من بلديه المروج، بلديه المروج اللي اصدرت مذكره تمنع منعا باتا التسول بكامل تراب المنطقة البلدية والمخالف يعرض روحه لعقوبات على معنى الأمر المؤرخ بسنة 1902 الخاص بالتسول واللي تنقح عام 1939 قبل ما نتعديه معناتها للمذكرة ذي باش نناقش شكلا في بالك التسول يحاربوا فيه من عاد البيات من عام 1902 وتنقى في 1939 اللي هي عقوبة التسول مع عقوبة السلب الحرية في بعض الحالات قص على كلامك بالعسل تفضل يعني توا نعم. سيد المخرج قال لنا عنا فاصل ثم نواصل ليه الفاصل ليه الفاصل. نلعبوش بالفواصل نلعبوش بالفواصل لذاع الوطنية التونسية اشهار تحت شعار أربعون سنة من التميز ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية الدورة أربعون لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية من 24 ماي إلى 2 جوان 2024 بقصر المعارض بالكرم من العاشرة ونصف صباحا إلى السابعة مساء فرصة باش تكتشفوا آخر الابتكارات وتتمتعوا بأحسن التخفيضات اشهار يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد زابين ومع حسام الدين الهمامي زاد في الزابينج ومع بقيه الفريق باش نرجعوا للزابينج من بعد لناخذوا طقس اليوم المعاد الوطني للرز الجوي. عن اليوم في الرز الجوي فما وجه جديد اليوم في, في الميتيو. اي صوت جديد يسر الصفاقسي هكا اسمه مرحبا بك يا الله. يسر. مرحبا بك نبيلة مرحبا بكافة مستمعي إذاعة الوطنية أهلا وسهلا بك مرحبا آه قنا صوت جديد معنا لأنه يظهر لي أول مرة في أول مرة أول مرة في الوطنية نورت يا لله مرحبا مرحبا عايشك ربي نورك باي معاك انت ميلا مش ناخذ تفاصيل طقسنا؟ كيفاش مش يكون وكيفاش مش تتطور الحالة الجوية أنا ديما الصباح ناخذ من الموقع متاعكم بعض المعطيات ونقولها للناس اللي تخرج بكري اللي ربما ما تخلتش تسمعنا توا وفي الموقع لقيت اللي اليوم تكون الدنيا مغايمة مسحبة وربما ننتظروا أمطار آخر العشية أعطينا أنت بقية تفاصيل يسر بالضبط نبيله دونك طقس مغيم جزئيا باغلب الجهات مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط كما القصرين ثم اجزاء من الاماكن الشرقيه تس... امكانيه تساقط البرد اماكن محدوده يبقى وارد الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفه فمعتدله ثم تتقاوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر البحر شيكون قليل الاستراب ثم مسترب والحرارة القصوى تتراوح بين 28 و 34 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية المناطق بالنسبة ليوم الأربعاء 29 مايو 2024 الطقس مغيم جزئيا بالشمال والوسط وسحب قليلة بالجنوب مع تراجع نسبي ومحلي في درجات الحرارة حيث تتراوح بين 24 و 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 30 و 39 درجة ببقية المناطق اما بالنسبه لبقيه الايام كيوم الخميس والجمعه الطقس يكون صافي الى قليل السحب باغلب المناطق والحراره في ارتفاع نسبي. ومش أه تقعد سخونه نتصور يعني بالمدة ذي الكل درجة حرارة مرتفعة في خلال هذا الأسبوع الصيف درجة حرارة مرتفعة شوية سألت على درجة الحرارة لأنه آه نعرفوا يعديو وسمن بلوكي آه نعم المدة ذي بس خان التعب شوية مع الريف شرارة بنجاح هو طول عمره هكذا وقته هو متعتاد يا أيوه مرو التحضير الجيد يؤدي إلى نتائج جيدة في كل الحالات طقس متر اصحاب اللي يس اللي باش يصير انك محضر بقدرك باش تنجح ياسر يعطيك صحه ويخليك شكرا لك شكرا انيك. نهاركم زين وان شاء الله بالنجاح لكافه التلاميذ والطلبه وانت ان شاء الله نهارك اسعد لي احوال الطقس من في تونس نمشيو لطقس نرجع الاخبار نرجعوا لل اي نعم نرجع لانه قبيله حكيت على انتشار ظاهره التسول والبلديه المروج اللي خذيت المبادره وكما قلت لك القرار عجبتني المبادره انا واحد من الناس عجبتني لانه حاول نفسر لك علاش لانه مثلا انت حربت في المروج برا تفرج في لافينيو تو انت اقعد في قهوه من مقاهي لافينيو انا مره فاتت معناتها سنه في حد صدقني ما عندك حتى فكره قديش من واحد وراه تسوي في ولا حتى انا مش كان انت ما لا انا خاطر عندي برشا 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 زاده معناتها فهمت دو فاسون ابار انه اللي يجي ويجي ما ادري شنو باش نقد لك صبات هوا يبيع شفت تبدلت الطرق أه عاشت متسول متسوي القاعد تحت الحيط وكل يعملوا رواحهم زعما زعما عندهم مشكلة صحية وإلا يدربي بيتها معاها ما عنديش باش نشي حليب للصغيري لا لا تطور التوم عندكش دينار مش نروح لا ذيك قديم عاد تو دينار تو ولات للصغار وبرا عاون درسني وبرا باش نكمل ناخذ كذا وتو ولات يحكيوا بلغات اخرى وزيد تو هو محل وقت اللي جات بريود احد الدول العربيه اللي كانت معناتها فيها في حاله حرب كانوا ينتحلوا الجنسيه السوريين. ويتكلموا باللغه نتاعهم وكذا الناس راهي بارفيتمون تتكلم بالسوريين. تقول مولودين في دمشق معناتها في قلب دمشق وهم توانسه راهو المشكله فيش اللي هما توانسه تو لغه جديده معناتها حتى معناتها مع المشاكل اللي صايره تويك على الحدود نتاعنا ولاو برشا عديد الافارقه جنوب الصحراء ولاو عندهم زاد كيف كيف يمتهنوا التسول اللي احنا في بالنا معناتها اللي هي منطقه عبور تونس ولاو يقعدوا لهنا وباش يلموا الفلوس ولاو يمتهنوا التسول تسول حسب بعض الارقام معناتها لو قال لك مينيموم في تونس العاصمه ونحكي تونس الكبرى فما 4000 متسول معناتها يومين قال لك اقل واحد فيهم ولا اللي هو ما عنده جهد مش قاعد يخدم كما يلزم الرودمون طايحه يطيح 150 دينار في النهار. زعما بطريقه فرديه ولا في شكل مجموعات؟ هم الاغلب نتاعهم يخدموا في شكل مجموعات خاطر هم يعملوا؟ يقسموا لي تيريتوار مثلا انا نخدم لافينو، انت تخدم شارع فرنسا انت تخدم شارع باريس انت مثلا تمشي أنت تخدم برشلونه تخدم باساج يقسموا اللي بري... واصلا تلمو معناتها منظمين المترو ما يخدموا فيه تكلم حتى حتى يطلع في المترو معناتها ما عادش الناس أي بالنسبه لهم هما المترو مش يقعد يدز ومش هما ده. كانوا يمشيوا غاديك معناتها لانه يطمع شويه باش الناس تعاونوا كذا الناس ما تعبت ما عادش خالطه فلذا الناس اللي المسلسل تاخذ المترو الاكثر يمتاحهم ولا ياخذوا تاكسي جماعي وياخذوا تاكسيات أو يأخذوا كذا او ياخذوا طرق اخرى اصلا المتسولين بدوا لي تكنيك نتاعهم ولاو موجودين قدام الجامعة ولاو موجودين قدام لي مول ولاو موجودين قدام لي جراند سيرفاس انا مذهبية يكون قانون صارم في الموضوع نتاعهم لانه صوره البلاد لانه كي تمشي بعض العواصم وأنت تعرف هي نبيله في الموضوع هذا يستحيل أنك تشوف متسول وحتى كي تشوف متسول تلقاه شاد جيتار قدامه شاد يعمل موزيكا يعمل شويه ألعاب يتكربس معناتها يعطي كونتر بارتي يعطي حاجه كونتر بارتي وساعات يبدع راهو والله يبدع يعمل وميته حاجات معناتها حاجه رايعه ويبدا قاعد إذا أنت حطيت حاجه فيها يا حبه لأنه, لأنه خايبه خايبه معناتها الكرامه الإنسانيه و بالحق كي تغزر الجانب النفسي والاجتماعي للموضوع اختنا من انهم يخدموا ستينس ويلموا آه. في الفلوس ويخدموا في شكل مجموعات وقد يكون عندهم الليدر معناها يعني الرئيس بتاعهم وكل شيء اما ايه ايه ايه. مخيبة معناها في الجانب الانساني مخيبة هو الجانب الانساني لانه تسكر الباب على الناس اللي مستحقه بالحق خاطر احنا في حومنا الكل فماش واحد ما يعرف فينا ما يعرفش شكون معناتها مستحق اما اللي مستحق بالحق ما يطلبش راهو واللي مستحق بالحق وهذه ظاهره موجوده ومعناتها وباه مازالت الحاجات الموجوده انه ولاد حومتك ما خليوش. معناتها انت تعرف اكيد راه رف في حومتك راه فما شكون الناس مستحقت ولاد حومتك ما يخليوش بالحق اللي يستحق يمشي يعاونو بلبسه بماكله بكذا معناتها راهم متزازين اللي بالحق مستحقين متزازين هذوما راهو اساءه كبيره ياسر سورة تونس واحنا بلاد سياحيه بامتياز بلاد سياحيه راهو انتشار ظاهره التسول بالطريقه هذه تنجم تعطي صوره خايبه جدا على تونس ملا بقيت المناطق هذول ينتجوا على منوال المروج ان شاء الله لانه فما البعض قال كيفاش فما شكون راهو في الحالات الكل يستحيل تلقى اجماع اكثرش من غنيتهم كثومة انت الاطلال فما شكون عامل ديزلايك في اليوتيوب معناتها أه لو يستحيل فما أي حاجات راهو ديما تلقى ناس ديما عكس التيار ديما فما شكون كيفاش سيبوهم يخدموا شنو سيبوهم يخدموا وهل هي خدمه معناتها هذه بالحق راهو معناتها ماهيش خدمه هذه ولا, ولا اكثر من ذوما ناس مستانسين يدخل في 150 دينار ما عملتهمش معناتها بالحق 150 دينار في النهار مش امور بغض يا نبيله رومانيه. والله عجبتني روما ما عملتهمش انا. هي يعني استغلال لل... استغلال للناس وانا واحد من الناس تم تحايلو علي مش مره مش اثنين. بالحق انت فايق يعني يعني أبدو مش أبدو حنين ساعات نعطي ساعات لشكون وياش بالي بالحق يستحق يبان راه هو نفسه. في نفس البلاصة نهار آخر يحكي في نفس اللغة مرة أخرى وهذا بتبيع أنت قلت إس... حنين وفما ردود فعل من الضفة الأخرى بتبيع متفاعلين مع حنين متفاعلين على الأخرين صدقينكم صدقينكم لا, لا على كل نمشي للخبر النهائي معناتها باش نختم به لأنه اللي صاير تويكا في غزة هو هو قصف قوات الاحتلال فما حرق صاير للخيام اللي صار هو مجزرة إبادة جماعية نيفو آخر ناس وصلت النيفو آخر ديما نحاول نختم ونذكر العباد باللي أه شفت صور رينات والله تزدمت معناتها أبسط حاجة احنا رانا متفاهمين الدعاء متفاهمين ندعيوا لهم نحاولوا نوصلوا القضيه، متفاهمين انه نحاولوا نفيقوا الناس اللي موجود راهو الحل الوحيد اللي نجموا نعملوه في ان في الموضوع هذا على الاقل احنا في تونس احنا على الاقل الراي نتاع معناتها مقاومتنا لغزه منسجمه مع المواقف نتاع النظام ومنسجمه مع الموقف نتاع الدوله ككل. احنا راهو اكثر حاجه نجم نعملوها هي المقاطعه. انت تعرف الشركه هذيك تمول في الجيش الصهيوني او تمول في شركة صهيونية تقاطع فلوسك انت حر فيها اما برشا ناس راهو نسبه كبيره من الشعب التونسي البارحة تراند في على مواقع التواصل الاجتماعي هو ويكس ويكس المطرب او الرابر الفرنسي المصري اللي قاطع احد الحفلات قال له اخويا ما شاركش فيها لان الحفله هذه هي اللي شركه عالميه كبيره ياسر المشروبات الغازيه الشركه هذه تدعم في الناس اللي قاعده تعمل في بيضه جماعيه في اخوانا في فلسطين خسر برشا فلوس اما ربح حب برشا ناس هذاك علاش نقولوا وراه مره اخرى الحل اللي تنجم تعمله بيدك انك انت توصل تحاول توصل اكثر ما يمكن الحكايه هذه تحاول تذكر الناس لانه تعرف اللي, اللي قاعد يصير نبيل شنيه الناس اللي تخاف انه تحكي على فلسطين باش ما يتسكرش الكونت بتاعهم لا هما يكتبوا ما يكتبوش فلسطين كامله يكتبوا فيلس تي تدخل على ثلاثه على ثلاثه الكلمه مش الطريقه للتحايل الفيسبوك, ي... ي... الفيسبوك ما مي... الفيسبوك لازم الناس الفيسبوك الفيفا الكاف الكان لي كل العالم الكل يحب يلزنا باش ما عادش كلمه فلسطين وما نحكيوش على الشيء اللي قاعد يصير في غزه دو فاسون الناس ماشي بالها ان الحكايه تفضت في غزه ليه ما تفضتش راه وصلنا لمرحله خطيره ياسر رغم الاحكام اللي صادره محكمه الجنايه ومحكمة محكمه الجنايه الدوليه ورغم ذلك الناس ما زالت مواصله وتبيد في اخواننا في غزه فلذا وصل صوتهم اكثر ما تنجم والاهم عندك شركات تدعم في الكيان الصهيوني انت ما تدعمهمش ابسط الايمان في الاطار هذا ونختم بهذا قلنا نحن سبق وقلنا اسبانيا والنرويج وايرلندا وبرشا بلدان اوروبيه يدعموا القضيه الفلسطينيه واكثر من الدعم مشاو للاعتراف الرسمي بالدوله الفلسطينيه مثلا انطلاقا من اليوم آه النرويج واسبانيا وايرلندا اعلنوا الاعتراف رسميا بالدوله الفلسطينيه في خطوه تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من نهار 28 ماي 2024 اللي هو اليوم رئيس وزراء النرويج كان قال اللي بلاده تعترف بفلسطين كدوله مستقله واعلن زيدا رئيس الوزراء الاسباني اللي بلاده معترفه رسميا بالدوله هذه فلسطين هي دوله وقال نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره الاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزه واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بمواصلة تدمير غزة وبأنه يعرض حل الدولتين للخطر بالنسبة لرئيس الوزراء متاع إيرلندا قال اللي يتوقع انضمام عدد كبير من الدول الأوروبية الأخرى للخطوة هذه خلال الأسابيع القادمة وشدد اللي شعب فلسطين يستحق مستقبل مليء بالأمل والسلام وقال لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية اللي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يعني فما دعم دولي كبير وفما زاد قرار المحكمة أكيد. محكمة اللي اللي ما اعترفوش به ما م... اعترفوش به وخاصه بايدن قال لك ما نستعرفش به ما اي ما معناه وكانه ما منحت شيء الناس غادي كم زيت تموت تجدر الاشاره اللي 139 دوله من اصل 193 دوله عضو في الامم المتحده كانت اعترفت بالدوله الفلسطينيه. هي ما الدول المفاتيح نحكيو على فرنسا نحكيو على المانيا نحكيو على امريكا مازالت ما اعترفتش او هذا هو معناتها احنا كيفاش نحكيو نحكيو على البلدان اللي تنجم تدعم القضيه هذه واللي ممكن دعم واللي بتاع الدعم نتاعها واللي فورم نتاع الدعم نتاعها في من هو ما نحبش نقارن اللي ما يتقارنش معناتها دعمهم مثلا الازمه الاوكرانيه او دعمهم في اللي صاير في برشا بلدان اخرى معناتها يوريك اللي هم قاعدين يتعاملوا معنا بسياسه المكيال فلذا الحل نتاع الدوله الفلسطينيه الحل بيديهم اللي حقوه تو في ثمانيه اشهر في ثمانيه اشهر من المقاومه ما حقوهوش من 33 سنه من الحوار انا, أنا متاكده اللي ربي مش ينصرهم لانه عزيمتهم كبيره ولانهم متشبثين بالارض نتاعهم ولانهم زاده على حق اكيد وان شاء الله ربي ينصرهم ولو بعد حين وعلاش انت ذكرت قبيل ايرلندا ايرلندا راهي جربت الحرب الاهليه وجربت الظلم نتاع الاستعمار وتعرف شو معناتها اسبانيا كيف كيف جربت الحكم نتاع العسكر وتعرف شو معناتها ظلم معناتها البلدان هذوما راهو عندهم علاش معناتها تعرفوا فلسطين معناتها هذاك علاش راهو الحل نتاع الدوله قريبا جدا كحل مبدئي وان شاء الله بعد تعديه في مراحل اخرى ان شاء الله فلسطين ونحتفلوا بهم وان شاء الله, شاء الله يكون توفى الازمه هذه لانه تقول لي مثلا قرار استزار قرار هي هو ما تنفذش شنو نعملنا لهنا احنا هنا نذكروا باللي قاعد يصير ونعاود نذكر باش نختم بها مره نعاود نذكر قاطع اي حاجه من السلعة اللي تحس اللي هي باش تمول الكيان الصهيوني ما تدخلش في المغالطات لانه فما ساعات فما ناس في اطار المنافس الغير شريف يقول لك هذايا راهو هذايا متبع او هذا راهو كذا معناتها فقط باش يضرب المنافس نتاعو لا ثبت وعندك مثلا كيف مثل قائمه كامله يكفي انك تدخل في التطبيق نفسه ما تحطيه يعطيك كيفاش انت تنجم تعرف السلعه ذيك تسهل دي المقا... مقاطعة او لا وهذا اهم معنا بالنسبه لليوم للزابينك شكرا لك حسام يعطيك صحه ان شاء الله نهارك اسعد الايام